بالعام 1967 بدأت أول محاولة معتمدة لتطوير تصاميم بغداد، وقامت حينها شركة بول سيرفيس بإعداد دراسة ركزت خلالها على النقل. وبعد 6 سنوات في العام 1973 أعدت ذات الشركة خطة تطوير شاملة على أن تنفذ لمدة أقصاها في العام 2000. وكل الدراستين ركزت على إنشاء شبكة قطارات تتضمن قطاراً معلقاً وطرق برية رئيسية وفرعية. وبعد هذه الدراستين أعدت أخرى جديدة في عام 1983 من قبل شركة سكوت وولسن لتأخذ بنظر الاعتبار التوزيع السكاني وثقله بالجانب الرصافة. وخضع المخطط إلى تطويرين في عام 1987 و1988 من قبل شركات استشارية يابانية. تصميم سكوت وولسن ضم 3 عناصر واجبة التنفيذ لتطوير العاصمة، وهي شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، ومنها الطرق الحلقية الأربعة حول بغداد، وشبكة القطارات، وتنفيذ مترو الأنفاق الممتد من أقصى شرق قناة الجيش إلى وسط العاصمة. وطبعاً أغلب هذه الطرق والمترو لم يتم تنفيذها حتى الآن. وفي عام 2008 ومع المتغيرات التي طرأت على بغداد، لجأت أمانة العاصمة للتعاقد مع شركة خطيب وعلم لإعداد ما أسمي المخطط الإنمائي الشامل، والذي قدر المدة الممكنة لتنفيذه إلى عام 2030، وتضمن اختلافات عديدة على التصاميم السابقة مع بول سيرفيس وسكوت وولسن، ومنها استحداث طريق حلقي خامس حول بغداد، وما عرفت بمراكز النمو الحضري والتي توزعت في مدينة الصدر، بوب الشام والشالشية ومعسكر الرشيد والدورة والصابيات وقرب مطار بغداد وعويريج، حيث تتضمن مجمعات سكنية ومدن صناعية وتجارية وطبية ورياضية وترفيهية. كما يتضح من دراسة خطيب وعلمي التركيز على إتمام شبكة الطرق وتوسعتها وإنشاء مساحات خضراء في محيط العاصمة بغداد.